حلت الفنانة إلهام شاهين ضيفة على برنامج السيرة من تقديم وفاء الكيلاني الخميس والجمعة 18 و19 مارس 2021، والذي يعرض عبر قناة الدي ام سي. وفي الجزء الأول من حلقتها تحدثت إلهام شاهين عن بداياتها الفنية وعلاقاتها بوالدها، والذي كان رافضا تماما دخولها مجال التمثيل. وفي نقاط نستعرض أبرز تصريحات إلهام شاهين. قالت: بابا دخلني كلية لغات وترجمة جامعة الأزهر، واختارها عشان قريبة من البيت وعشان كلها بنات. طول عمري كنت في مدارس بنات وما كانش عاوزني أختلط بالأولاد، وبابا كان شخص منفتح جدا لكن كان بيغير عليا وكنت غالي عنده قوي، أنا أول أولاده، وكان دايما بيقولي أنتي الكبيرة. دخلت معهد فنون مسرحية عشان أبقى مخرجة، وفي امتحان القبول كان لازم أمثل. بابا رفض إني أحول من جامعة الأزهر لمعهد فنون مسرحية، وقال لي: أنت كده هتضيعي مستقبلك، وقال لي: الوسط الفني صعب، هتدخلي وسط غابة أسود ونمور وأنت عصفورة، هتضيعي وسطهم. معلومة إن الممثلة إلهام زكي عمتي دي معلومة غلط، أنا عندي عمة واحدة ملهاش علاقة بالفن، وأنا معرفش إلهام زكي ولا شفت لها حاجة أصلا. بابا شاف أول مسرحية قدمتها في المعهد وأعجب بأدائي لدور ملاك، لكنه رفض مشاركتي في أعمال سينمائية لأن بيها حرية أكبر. أنا خربت حياة ماما لما قررت إنها تسافر معايا للإسكندرية لتصوير فيلم هناك مع رفض بابا آنذاك. بابا رباني على أن يكون ليا شخصيتي ولا يفرض أي شخص رأيه عليا. بابا قطعنا وبعد عنا واتجوز وخلف ولد، بعد سنوات رجع يزورنا ولم ينفصل عن ماما حتى وفاته. وأنا معرفش حاجة عن أخويا، ولما قابلته حسيت إنه شخص غريب عني. أنا كنت بعشق أبويا، ولما مات كنت أنا قاعدة تحت رجليه واتمنيت أبويا يسامحني قبل ما يموت، واشتريت مقبرة قبل وفاة أبويا بأيام واستلمتها يوم وفاته، وأول يوم أروح أشوفها كان يوم وفاته، واتخانقت يوم جنازة أبويا مع حد من قرايبه كان عاوز يدفنه في القرية، وأنا صممت إني أدفنه في القاهرة. جلال الشرقاوي ضربني بسبب زيارة أشرف زكي ليا في كواليس مسرحية كنت بشارك فيها، أنا رديت عليه بكلمة سخيفة وهو قال لي: أنت قللت الأدب واداني ألم. وكشفت الفنانة إلهام شاهين عن سبب إبقاء زيجتها الثانية من رجل أعمال لبناني في السر، وقالت إلهام إن زوجها هو من طلب ذلك، لأنه في هذا الوقت كانت بنته بتتجوز وأراد أن ينتهي من زواج ابنته وبعدها يعلن زواجهما، لأنه لا يحب أن تكتب أخباره في الجرايد والمجلات كونه أصبح زوج فنانة مشهورة، مشيرة إلى أن فرق العمر بينهما كان حوالي 20 سنة. وأوضحت إلهام أن الصحافة عرفت بخبر زواجها بعدما ظنت أن زوجها أجر شخص ما ليرمي على وجهها مية نار حتى يشوهها، كاشفة سبب ذلك قائلة: العصمة كانت في إيدي وأنا اللي عملت ورق الطلاق وطلب مني إن إحنا نرجع تاني نتجوز وتبقى العصمة في إيده وهو ساعتها يطلقني، موضوع تافه جدا، هتفرق معاك إيه إن أنا اللي عملت ورق الطلاق؟ وكشفت سبب الانفصال أنه كان أخبرها أن زواجهما في السر حتى تتزوج بنته خلال عام، وعندما مر الوقت ولم ينفذ وعده ولم تتزوج حتى ابنته، أرادت أن تعلن زواجها للصحافة والإعلام مؤكدة أن كل من حولها كان يعرف أنها متجوزة. وأكدت إلهام شاهين أنه كان أكثر شخص أحبها في حياتها وكان رومانسي جدا ووافق على أن تكون العصمة في إيديها.
واختتمت إلهام حديثها في هذا الموضوع كاشفة أنها تواصلت معه بعد محاولة تشويه وجهه وسمحته، خاصة أنه أخبرها أنه لم يفعل ذلك، لكن قد يكون اللي عمل كده أحد أفراد عائلته. وعن حقيقة تسبب الفنانة المصرية سهير رمزي في طلاقها من زوجها الأول عادل حسني، نافت إلهام شاهين ذلك في الجزء الثاني من حوارها مع برنامج السيرة يوم الجمعة 19 مارس 2021، وأكدت إن سبب طلاقها من عادل حسني هو إنه كذب عليها بشأن عدم إنتاجه أفلامًا سينمائية في الوقت الذي كان يشدد لها أنه لا يرغب في استمرار عملها بالفن وأن تكون أم وربة منزل في المقابل. ووصلت إلهام شاهين أنه تبين لها إن عادل حسني بينتج أفلامًا لسهير رمزي في سرية تامة دون علمها، وكانت هي آخر من يعلم، الأمر الذي جعلها تطلب الطلاق منه. وتبعت إلهام شاهين: زوجي الاثنين أحببتهما، فهما محترمين جدا ولهما كل الاحترام مني، وكنت أتمنى ألا أتحدث عنهما خلال اللقاء، ولكن هذا الكلام موجود في أرشيفي وتاريخي، وبالتأكيد خلال زواجي منهما تعبتهما جدا بجناني وقوتي وعندي الذي لا يحتمل. ولما تزوج بعدهما فالرجال خافوا مني، وأنا لم يكن عندي استعداد أن أتحمل رجلا يفرض سيطرته علي، أنا امرأة قوية. وأضافت إلهام شاهين: اتجوزت من عادل حسني كان فرق السن بينا ما يقرب من 25 سنة، اتجوزته وكان عنده شركة سياحة. بعد عامين من الزواج أبلغني البعض أن عادل بيخوض تجربة إنتاج مع سهير رمزي، سألته حينها فأنكر، وقبل نزول الفيلم اعترف لي إن الفيلم من إنتاجه وإنه اضطر لذلك بسبب ضغط أصدقائه عليه، وأن هذه هي المرة الأخيرة التي يقوم فيها بذلك. وأكدت إلهام شاهين: بعد فترة وجدت الكثير بيخبرني أن عادل خاض تجربة الإنتاج مرة أخرى ومع سهير رمزي أيضا، سألته ولكنه أنكر أيضا، وكنت حينها أصور مشاهد باستوديو مصر وجاء صحفي لعمل حوار وبالصدفة قال لي إنه عمل حوار للتو مع عادل في استوديو النحاس، فذهبت على الفور هناك لأجده في حجرة سهير رمزي، وحينها طلبت الطلاق. واللي ضايقني في الأمر إنه كان دايما عايزني أبعد عن الفن، وهو من دخل الفن. قلت له ساعتها لو عايز أتجوز راجل من الفن كنت اتجوزت، بس أنا كنت عايز أتجوز من خارج الفن. هنا خلال اللقاء ده اللوك اللي ظهرت بيه مع وفاء الكيلاني، وادي هنا ده عادل حسني اللي هو زوجها الأول كانت لسه في عز شبابها، وادي صور تانية ليه معاها كان فرق حوالي 25 سنة بينهم. وأيضا حول موضوع الزواج سئلت في زمن سابق: هل صحيح أن والدي كان السبب في فسخ خطبتك من الفنان وجدي العربي؟ فقالت: نعم صحيح، فبعد أن تمت خطبتي لوجدي العربي وقف والدي في الطريق وقال له أنت هتسيبها تمثل، مما جعل وجدي يتردد في ارتباطه بي رغم أنه لم يكن معترضا على عملي كممثلة، خصوصا أنه تعرف علي في أحد المسلسلات، لكن تحريض والدي على أن أبتعد عن التمثيل خلق بينا خلافات كثيرة انتهت بالانفصال. وكانت إلهام قد شغلت الصحافة طبعا بأخبار زواجها وطلاقها من المنتج عادل حسني زي ما قلنا في السابق. ده وجدي العربي ممثل معروف طبعا، كان أول خطيب لإلهام شاهين وما تمتش الخطبة. ومن ناحية أخرى، وفي اتصال هاتفي مع قناة سما الفضائية المؤيدة لبشار الأسد، باركت الفنانة المصرية
إلهام شاهين لجيش الأسد سيطرته على حلب الشرقية، المعقل السابق للمعارضة السورية. ده فترة سابقة طبعا مش دلوقتي. ونقلت مواقع إخبارية سورية تصريحاته والتي قالت فيها: انتوا جيش قوي وربنا هينصركم. واستنكر الكثير من رواد مواقع التواصل كلام إلهام شاهين، ولكن من ناحية أخرى أيده أيضا الكثير، يعني أعلنت دعمها لبشار الأسد. لو أعجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات. وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين، شكرا لكم.